شكرا عبد العزيز النصر، الشكر كذلك لضيوفك في الاستوديو. أيها الأحبة الكرام، مشاهدينا متابعينا في كل مكان، متابعي ومشاهدي قناة بين سبورتس، أسعد الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم. هذا الرجل الذي قال أننا نستطيع أن نتعامل، ليو يتقدم، ليو راح، ليو عدى كرة ما زال. يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله، أنت تقدم الهدف يا ليو، نعم أنت تقدم الهدف يا ليو. أي تمريرة مرر، وأي هدية أهديت، وأي كرة للشعب الأرجنتين هنا في لقطة. الهدف هو التمريرة، نعم هو التمريرة، ويا لها من تمريرة، تمريرة على أروع بتمريرات ليو الساحرة. دائما ما أقول هذا ليو، تتوقع ما سيفعله ولكن في كل مرة تثل، تتوقع ما سيفعله ولكن في كل مرة تتفاجأ. يا الله يا الله يا الله، تمريرة بصورة مميزة، هدف خالي قبل لحظات شاهدان يتواجد هنا في الملعب في المكحول الحياة الأرجنتيني، بينما هنا فترة الصيف ممكنة هون تأتي في هذه اللحظات. يا أحبة الكرام مشاهدينا، يا أحبة الكرام مشاهدينا متابعينا في كل مكان، متابعي وكرة منقولة في اليمين، أرضية خطيرة لهنا. هنا ليو عين على المرمى وعين على الكرة، ليو باليد الثانية، ليو التسديدة هنا تأتي، كاد أن يفعلها ليو مثل ما اعتاد في كثير من المرات، كاد أن يعانق الخيال. تيلي بليد وقع على أرضية الملعب، كرة قائمة، وين العرضية هنا؟ لم يتعودوا الصمت، نعم حتى في أحلى كفر.
الظروف تشاهدهم يهتفون. الأرجنتينية تحضر بعد ذلك. هناك خطأ صافرة حكم اللي كان خطأ لهولندا، خطأ لهولندا. الحكم يشير إلى خطأ للمنتخب الهولندي، خطأ لهولندا في هذه اللحظات، خطأ لهولندا من مسافة قريبة في هذه الأثناء. شاهد الكرة في كورس. أوه دفع كامل من أسوأ تسديدة الله على كرة. إذن مرة أخرى إذن يلاحظ الكرام، هنا ركلات الترجيح هي من ستسم مباراة الأرجنتين وهولندا، وهنا الركلة الترجيحية الأولى لهولندا عن طريق فيرجيل فان دايك، لكن إيميليانو يتصدى، إيميليانو مارتينيز يتصدى لأولى الركلات الترجيحية الهولندية. إيميليانو على التنفيذ، ليو أمام حارس المرمى، الحارس نوبرت، ليو نوبرت في أولى ركلات الترجيح لمنتخب الأرجنتين. هنا ليو، ليو، ليو في المرمى، في المرمى، حط حط أرضية بكل هدوء ببرودة أعصابه ليو، سجل أولى الركلة الخامسة لهولندا. الأرجنتين ركلتان، هولندا لا شيء، الأرجنتين اثنان، ركلة ترجيحية هولندية. كوبمينرز على تفيد، كوبمينرز والتسديدة، وينجح ينجح لاعب المنتخب الهولندي أخيرا بلسانين حال الهولنديين. ينجح هنا اللعب الترجيحية الثالثة بنجاح أمام نوبرت، يتصدى موتيل على تفيد الأرجنتين. هنا موتيل، 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 يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام، وضعها بشكل رائع. هذه دموع، وهي دموع، وهي دموع، هي دموع معانقة حلم بالنسبة لكل الأرجنتين، واستمرار حلم يعني. هنا لدينا هنا في كورس، في كورس، ينجح ينجح لعب لهولندا ويسجل الركلة الترجيحية الرابعة لهولندا، ثانية بنجاح، الثانية بيت إيزو أمام نوبرت، اللقطة الحاسمة، الكرة الحاسمة، إيزو، 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 ضاعت، ضاعت كرة إيزو، ضاعت كرة الأرجنتين، وكرة إيزو في اللقطة الماضية. هذا الأرجنتيني لا يصدق، هذا الأرجنتيني يدعو ويتلو، وذاك الأرجنتيني لا يصدق، ولكن لوك دي يونغ أمام إيميليانو، لوك دي يونغ، لوك دي يونغ، لوك دي يونغ، ينجح نعم بنفس طريقة ميسي في التنفيذ، سجلها يمينية لوك دي يونغ، وبالتالي هولندا تسجل الركلة الترجيحية الثالثة، 3-3. الحارس نوبرت أمام الحارس نوبرت، لوتارو مارتينيز أن يفعلها ويسجل هدف التأهل والركلة الترجيحية للأرجنتين. لوتارو مارتينيز، لوتارو، لوتارو.